دلوقتي هنروح لتقرير عن التوجه الأخضر والتنمية المستدامة، وده الحقيقة توجه دولة بكل مؤسساتها، وهدفه هو الحفاظ على البيئة وتخفيف معدلات التلوث، ويمكن ده بيتسق مع الدور كمان اللي بتقوم بيه مصر وبتقدمه في المجال الدولي بخصوص تغير المناخ، واستضافتها كمان لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي. نجحت الدولة في اتخاذ خطوات هامة لتحقيق التنمية المستدامة والتوجه الأخضر، وذلك من خلال وضع معايير للمشروعات التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة تتعلق بالاستدامة البيئية ومنع التلوث. وتتفق الرؤية والأهداف المصرية مع حشد الجهود العالمية لدفع مسار العمل البيئي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وما تم تنفيذه في الاتفاقيات لتحقيق التوازن بين النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وإظهار مدى انعكاس التحديات البيئية على بعضها. ويهتم العالم حالياً بمناقشة قضية المخلفات البلاستيكية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي، خاصة في ظل إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات، وهو ما ترفضه معظم الحكومات، خاصة في ظل إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول والقرارات القانونية فقط، وهو ما ترفضه معظم الحكومات وتطالب بدخول واهتمام مجتمع الأعمال في هذا الأمر. وخلال الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، صدرت توصيات بالتحرك تجاه قضية البلاستيك والتعامل مع المخلفات الخطرة والكيميائية، مع العمل على إدخال المزيد من العاملين في هذا المجال كما يحدث في مجال تدوير المخلفات. وتم التأكيد على ضرورة العمل على تحول هذا التحدي إلى فرصة، فبدلاً من إلقاء هذه الزجاجات في البحر المتوسط، يتم تجميعها، وهو ما يخلق وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير.